جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية. وفي نفس الوقت تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة، حيث واجهت مدينة بورت سودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية. وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عالي في المنطقة. وأنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجددا موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب.